ما قدموا لنا شيء. غير مرضي بالنسبة لي أنا. صرنا نرشح على الفاضي. ما راضي فيه صراحة يعني. رئيس مجلس الشورى خالد المعولي من وادي المعاول. أيوة. بس حتى في وادي المعاول أنا بالنسبة لي ما شفت شيء صراحة. المشكلة من الفرد نفسه اللي حنا نرشحه، لأنه ما في مراقبة، ما في متابعة له. والله العوض اللي رشحته أنا من رشحته مريته. أحس نوعا ما يعني شيء نوع من الخجل. نحنا عولنا عليه كثير. لأن حقيقة هو لازم يرتقي بطموحات الشعب. صرنا خلاص حنا أغلبية الشباب اللي طالع ذي القيل صار خلاص ميرشح، إيش الفائدة؟ يعني ما صرنا نشوف شيء. أتمنى يكون أفضل من هذا الوضع. نحن أكثر شيء كما تقول نطالب فيه أصلاً إنهم يسمعوا حال آرائنا. يعني صارت أغلبية الأشياء اللي أهالي الولاية يطالبوا فيها ما نحصل شيء منها. لكن تحسوا أن هذه الاقتراحات ما تنفذ. والله مجلس الشورى طيب. لا ماني ما انتخبت الفترة ولا راح انتخب الفترة الجاية. لا ما بنتخب طبعا، كلام المواطنين ما يلبي احتياجاتهم صراحة يعني. أكيد الحمد لله أنا دائما أنتخب، وأنتخب على حسب قناعة وعلى حسب دراية بالشخص اللي أكيد أنه بيكون ذا كفاءة واللي بيتكلم بيوصل الصورة الحقيقية للولاية. مجلس الشورى يقدر يقدم أكثر من كان هذا المستوى. يتخرجوا عن الشورى مثلا السنة هذه السنة الشورى ضغطت وايد، كيف ترشيح برشهم من مهتمين وايد الشورى صراحة. المجلس أولا يكون يبغى إنسان متعلم. والله مجلس الشورى يعمل على حسب طلبات المواطنين. والله تقييمي للعضو عندنا أداء طيب، وناقل عن الولاية كل ما يخص الولاية ناقلنا للحكومة جزاها الله خير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.